ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الاسد ليوم الخميس 2 ديسمبر كانون الاول 2021. ربما يبدو عملك صعبا، الا انه افضل بكثير من الكثير من الاعمال الاخرى. يجب ان تكون شاكرا لهذا وان تعلم انه بامكانك التطور في مسيرتك المهنيه، لكنك في حاجه الى ان تزيد من ثقتك في نفسك وأن تكون قوياً طوال الوقت في التعامل مع الأزمات والمواقف العديدة. اضبط نفسك، فالأمر ضروري. حاول القيام ببعض ما يفرح قلبك مع الشريك وينسيك أتعاب الحياة اليومية، ولا تترك مجالاً للآخرين للتدخل. الشريك ينتظر منك إشارة. اليوم بادر إلى القيام بحركة شبه يومية كالمشي أو لعب الكرة شبه، تعود على عليك بالفائدة وتنشط دورتك الدم. توقعات برج الأسد للرجل: حاول أن توجه اهتمامك نحو القيام بالإنجازات الكبيرة، هنالك الكثير لتقوم به، لكن يجب أن تضع خطة مميزة. اعلم أن التخطيط قد يكون نصف النجاح، وفي بعض الأحيان يكون أكثر من هذا، لكن يجب أن تتعلم التخطيط الذكي وأن تدرك أنه من خلال التخطيط يمكنك الوصول إلى الكثير من الأشياء غير المتوقعة. توقعات برج الأسد للمرأة: اهتمي بغذاء الروح والعقل، كوني متعاونة ومحبة للخير. جانبك الإبداعي يطغى عليك اليوم، ربما يمكنك استغلاله في العديد من الأشياء، مثلا أضيفي بعض اللون إلى ستايلك المعتاد وارسلي مقولات جميلة لأصدقائك. ادخلي في مجالات ومحادثات مشوقة، زودي معارض الفن أو شاهدي فيلما ملهما، كلها نشاطات ستسعدك كثيرا عاطفيا. إذا كنت تشعرين بالملل، من شريكك أن يساعدك على التغلب عليه، قد تكون لديه أفكارا جيدة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعيكم.